شفت اسكندريه بقت جميله ازاي؟ فظيعه، طول عمري بحبها. وانا مسافره لما كان يجي حر شديد قوي اول حاجه تيجي على بالي هوا اسكندريه. تعرفي ايه؟ المره دي حاسس بجمالها اكتر. اشمعنى يعني؟ عشان انت جنبي. تصوري ان دي اول مره في حياتنا نخرج احنا الاثنين لوحدنا؟ فعلا مش متخيله ان دي اول مره نخرج مع بعض لوحدينا. انت ناسيه زمان كان دايما يبقى معانا يا والدتك يا والدتي يا نظله. وقتها كان بيبقى نفسي اخدك بعيد عنهم عشان نعرف نتكلم، لكن ما كانوش بيدونا فرصه، وخصوصا نظله كانت دايما تغلس علينا. صباح الخير. صباح النور يا استاذ منير، اهلا وسهلا. اتفضل. الله الله، هو سعيد مش هنا ولا ايه؟ الاستاذ سعيد النهارده في اجازه. ايوه ايوه ايوه، مش عارف ازاي نسيت انه قال لي المسافر، لكن مخي بقى. معلش اتفضل استريح. اخاف اعطلك؟ لا انا خلصت شغلي. مش عارف نسيت ازاي بس، لكن نزل ان حظي حلو عشان اشوفك.
ميرسي قوي. تشرب ايه؟ لا لا، انا ما بحبش اشرب الحاجات دي في المكاتب خالص. هو حضرتك مش موظف؟ ازاي بقى، انا موظف على درجة مدير عام. ما بتشربش حاجة في الشغل؟ لا، الحاجات دي ليها اماكنها، دي من متع الحياة، ليه نهنها ونشربها في المكاتب اثناء تأدية العمل؟ انا احب اشرب الشاي والقهوة في اماكن شعرية، قصدي في اماكن شاعرية. انت ذوقك عالي قوي قوي يا استاذ منير، ومشاعرك رقيقة. انت اكيد غاوي شعر او بتكتبه. انا حياتي كلها شعر، انام بالشعر، اقعد بالشعر، اقوم بالشعر، امشي بالشعر. تقدري تعتبري ان حياتي كلها قصيدة جميلة لا تنتهي؟ الله، تعبير جميل قوي. الله، انت وراكي حاجة النهاردة بعد الشغل؟ ليه؟ اكتشفت اجمل مكان ممكن نتغدى فيه، تيجي معايا تشوفيه؟ لا مش ممكن. ارجوك يا استاذ منير ما تفهميش غلط، ده لا يمكن ابدا. ايه الشحط اللي انت جايباه معاكي ده يا سمير؟ الناس تقول ايه يا بنت الناس لما يشوفوك جاي اسكندريه مع راجل غريب وانت جوزك ميت ما بقالوش سنه؟ ايه الالفاظ بتاعتك دي؟ انت جايبني هنا عشان سمعني الكلمتين دول؟ امال يعني عايزاني اشوف اللي بيحصل واسكت؟ انت ناسه انك مرات اخويا الله يرحمه سعيد؟ ده راجل متجوز وعنده اولاد وراجل محترم وصاحب البيت اللي انا ساكنه فيه. ثانيا احنا متربيين مع بعض من واحنا صغيرين وجيران طول عمرنا. ثالثا بيفهم في الحسابات اللي حضرتك مغرقني فيها، مش فاهمه راسي من رجلي. بالسمه انتوا عندكم ريحه السوق، سايبين الراجل بره بقاله نص ساعة وانتوا قاعدين هنا بتتكلموا في ايه؟ تعالي يا ست رسمية شوفي جوزك بيقول ايه. بتقول ايه يا سي شاهين؟ هجيب لك بالاخر يا رسمية. ينفع ان سميرة تيجي اسكندرية ومعاها راجل غريب؟ واحنا مالنا يا اخي، وهي يعني سميرة صغيرة؟ بصرف النظر عن اي حاجة، مش ده الموضوع اللي انا جاية فيه عشان جوزك يقعد يقطمني بالكلام ده. هو مين اللي معاكي ده يا سميرة؟ ده صاحب البيت اللي انا ساكنه فيه رسميه، وجاري من زمان، وبالنسبه لي اكتر من القرايب، يعني اخويا. تمام، هتتجوزيه يا سميره؟ يوه يا رسميه هتجننيني انت كمان، ده راجل متجوز ومخلف. سامع؟ بتقولك متجوز ومخلف، مش زيك يا مزيغه يا ابو عين زيغه. مش وقته الكلام ده يا رسميه. اخو جوزك يا ستي السنه اللي فاتت جت واحده صاحبتي تزورني، اما عرف ان عندها عماره في المنشيه وعماره في الشاطبي، قام لف عليها وكان عايز يتجوزها، لو ربنا فضحه قدامي. يوه، وبعدين معاكي بقى يا رسميه، مش وقت الكلام الفارغ ده. بقى حد يبقى مع ست زي القمر كده ويفكر انه يتجوز عليها؟ وانت كمان هتعومي على عومه يا سميره؟ من الاخر بقى، ما تيجوا نشوف الراجل اللي احنا نطعينه جوه ده، عيب ما يصحش. دلوقتي عرفت العيب واللي صح وما يصحش؟ لا مؤاخذه يا باشا، اصل احنا كنا مشغولين جوه بنتكلموا في موضوع يخص غاده بنت سميره، اصل جاي لها عريس، في واحد متقدم لها. ما حدش متقدم لها، غدا لسه بتدرس في الجامعة ومش هتتجوز دلوقتي. طب في ناس كلموني عنها. وهما شافوها فين بقى؟ ده انت عايش في اسكندرية واحنا عايشين في مصر. وبعدين ما تحشرش نفسك في المواضيع دي يا شاهين، ما تسيب كل واحد على راحته يا اخي. جرى يا رسمية انت مزعقلي كده ليه؟ انت ناسها يا بنت الناس انها تبقى بنت اخويا شقيقي. ريح دماغك يا شاهين، غدا بنتي عارفة انا مصلحتها كويس. خلاص نجيب من الاخر وخلينا في موضوعنا، ما دام كلامي مش عاجبك وكل حاجة توحيني فيها. كل واحد يقول وجهه نظره يا شاهين بيه، ومحدش هيفرض حاجه على التاني. بالظبط يا باشا، وكل حاجه ليها اصول، وانا دلوقتي المسؤول عن قصه المرحوم اخويا وبناته، ولا ده غلط؟ محدش يقدر يقول كده. شاهين هات لنا الحسابات عشان سعيد يراجعها ويقول لنا رايه. نجيب من الاخر يعني. حاضر يا ست. شوف يا رسميه، افتحي درج البوفيه الاولاني هتلاقي ملف هاتيه. حاضر يا شاهين. انا بفكر اخد شقه هنا في اسكندريه يا شاهين. وماله؟ اجيب لك. بس تكون على البحر. ولو عاوزاها جوه البحر ذات نفسه اجيب لك برضه. وانا موافقه يا شاهين، ولو عجبتني برضه هديك سمسرتك. اخس، يرضيك كده يا باشا؟ احنا برضه هنمدوا ايدنا ليك يا سميره وناخدوا سمسره. ده احنا نتمنى انك تيجي تعيشي وسطينا هنا في اسكندريه يا بنت الناس، بدل ما نشحططوا كل شويه نازلين نزوركم في مصر. الدوسيه اهو يا شاهين. تسلم يا رسميه، اتفضل يا استاذ. اشكرك. اعمل لنا كنكه قهوه. لا لا لا، مفيش داعي، انا باخد 2 قهوه بس في اليوم. طب اعمل لنا براد شاي ولا اجيب لك ازوزه؟ لا بعدين. تحب اديك فكره عن التركه؟ انا شرحت له كل حاجه واحنا جايين في السكه. ايوه ست سميره، بس في حاجات انت ما تفهميش فيها. طب بس خلي سعيد الاول يشوف الاوراق ويقول لنا رايه. طب وازه، وسعادتك عندك مكتب محاسبه؟ لا، انا مدير اداره التخطيط في شركه صناعه تخزين. صناعه تخزين؟ انا مؤاخذه، الشركه دي اسمها ايه بقى يا سعيد؟ الفا. وبعدين معاك يا شاهين، سيبه بقى يقرا الملف في الاخر، تعال نقعد بره عشان يعرف يقرا في هدوء. حاضر، هجيب بالاخر.
خد راحتك يا استاذ. وانا هسيبكم اروح اعمل لكم حاجه على الغدا عن اذنكم. انا مش موافق على اللي انت قلتيه لاختك ده. انت كده بتصادري على رايها. ايوه بس ده خطيبها اهم بابا. سيبيها هي تتصرف معاه على قد العلاقه اللي بينها وبينه. نعم افندم. يعني ايه تتصرف معاه على قد العلاقه اللي بينها وبينه؟ على قد ارتباطها بيه وقوه العاطفه اللي بينهم وبين بعض. هي دي بقى اللي هتحدد اذا كانوا هيستمروا ولا هيسيبوا بعض. علشان كده انا عمري في حياتي ما هطلب من حد من اصدقائي او قرايبي انه يقطع علاقته باي انسان. لان العلاقات دي برضو بتبقى نوع من الاحتياج. معقوله؟ معقوله اللي بتقوله ده يا سامي؟ افرضي مثلا ان انا قلت نفس الكلام اللي قاله خطيب اختك على والدك. هيكون ايه موقفك مني؟ يعني هحاول اثبت لك ان اللي قلته ده مش صحيح وانه غلط. يعني مش هزعقي في وشي وتقولي لي انت من طريق وانا من طريق؟ لا طبعا. طب ليه بقى عاوزه اختك تعمل كده؟ بصراحه بقى لان حاسه ان فاطمه ما بيحبش بابا. وعرفت منين انه ما بيحبش والدك؟ مش جايز والدك هو اللي ما بيحبهوش؟ فلما قال اللي قاله ده اتهيألك انه بينتقم من والدك، وجايز ده كله ما يكونش حقيقي. ما انا كل اللي مضايقني في الموضوع ان كلامه كله طلع كده. جايز يكون حصل سوء تفاهم في الموضوع وشاف واحد يشبه والدك. جايز نوم نشنو قبل ما يدافع عن نفسه؟ لا يا حبيبي، سيب اختك تتصرف معاه باللي هي تشوفه من غير ما حد يتدخل. وصدقيني لو علاقتهم ببعض قويه مفيش حاجه هتاثر فيها حتى لو قال اكتر من كده على والدي. طيب يا سامي انا مضطر امشي دلوقتي عشان انا هلحق محاضرتي. هروح اغير الدنيا. ها ازاي الحال بقى سعيد بيه؟ اظن مش هتلاقي حسابات مظبوطه في الدنيا زي حساباتي. ها الكلام ده مظبوط يا سعيد؟ جري يا سمير انت تشككيه في حساباتي؟ لعلمكم بقى انا ما اقبلش مليم حرام في بيتي. انت مش شايف يا شاهين بيه ان مصاريف اصلاح الالات الزراعيه كبيره شويه؟ هو انت عندك فكره عن مصاريف اصلاح الالات الزراعيه ومكن الري؟ انا وارث عن والدي 35 فدان بزرع منهم 20 كل سنه. عندي آلتين حرث وثلاث ماكينات ري بيعطلوا بصلحهم بس مش بالشكل ده. لازم بقى المصاريف عندكم قليله شويه. هي ارضكم فين؟ في المحله زمام عطاف. مش دي برضو جنب ارضكم يا شاهين؟ تمام، عشان كده اندهشت من فرق الاسعار. والله بقى ده اللي عندنا. ادي الله ودي حكمته. ثم ما كل حاجه قدامك في الملف يا استاذ. مش ده وصل الورشه ومختوم بختم الورشه والميكانيكي ماضي عليه. ايه ختم الورشه يعني؟ ختم النزل؟ كل شيء بالاصول. يعني انت عايز تقول يا استاذ؟ انا عايز اقول لك اسف يا استاذ شاهين، الحسابات دي مش مظبوطه. لا انا ما اسمحلكش، ده كلام يشكك في سمات. ما حدش يزعل بالحق يا شاهين. ده انتوا جايين بقى متفقين عليا. عيب تقول كده يا شاهين بيه. يبقى نتفاهم يا شاهين، والحاجات اللي انت مبالغ فيها ننقصها. انا شايف ان في حوالي 8000 جنيه زياده في المصاريف. يعني ايه يا استاذ؟ انا حرامي؟ لا انا ما قلتش كده، لكن يعني وارد ان يكون خطا وجل من لا يخطئ. لا يا استاذ الحسابات دي مظبوطه 100%، انا مراجعها مليون مره قبل كده. في ايه يا شاهين؟ انتوا بتزعقوا كده ليه؟ تعالى اسمي تعالى تشوفي سميره جايه ومجرجره وراها راجل عشان يشككوا في زميل جوزي. عيب يا شاهين بيه، يعني ايه جرى راجل؟ ومش عيب لما تطلعوه حرامي؟ شاهين اللي الدنيا كلها بتحلف بذمته تقوم انتوا ضلتوه؟ وبعدين لا مؤاخذه بقى تعالى هنا، حضرتك انت ايه اللي دخلك بين القرايب؟ تقرب لها ايه؟ جوزها؟ اخوها؟ قريبها؟ قول لي بقى. وبعدين يا اخي انت مالك؟ ده عم ولادها، يعني زي ما يخاف على اولاده هيخاف على اولادها. عيب يا رسميه، مالكيش دعوه انت؟ ماليش دعوه؟ جايه وجره وراكي راجل وتقولي لي مالكيش دعوه؟ عيب يا هاني، يعني ايه جره وراها راجل؟ قالوا انا اللي داخله اعمل لكم اكل عشان تتسمموا، يا اخي عنك ما طفحت انت ولا هي. وبعدين فقله الادب دي؟ شاهين بيه قول لمراتك تتلم. انا بقول لمراتك تتلم يا استاذ؟ انت جاي في بيتي تطول لسانك عليا؟ اتفضل اطلع بره. لا ما هو الحرام يقول اكتر من كده. وكمان بتهزقني؟ عاجبك كده يا ست سميره اللي دايره على حل شعرك؟ اما انك سافر الحقيقي وقليل الادب. سيب يا القميص، انا مش عايز امد ايدي عليه. سيب يا القميص. مش هسيب يا القميص. سعيد ما تهزقش نفسك معاه. ما هو مش عايز يسيب يا القميص. سيب يا القميص. مش هسيب يا القميص. اوعى تسيب يا القميص. طبعا انت بتدافع عنه عشان اكيد في بينك وبينه حاجه. احترمي نفسك يا ست انت. ايه الاخلاق دي يا شاهين؟ انا اخلاقي مش عاجباك يا نمد الاخلاق يا دربيه دي الشوارع. يلا مش اي حد يحكمك. يا ايوه انا هوديكم 60 داهيه. انا اللي هبلغ عنكم النيابه يا حراميه يا نور. هي حصلت؟
تخش بيتي تشتمني وتطلعني حرامي يا استاذ وتشكك في ذمتي؟ انت راجل قليل الادب. الهونا يا ناس، نخل بدي يضربونا ويسرقونا. طب سيبه يعيط القميص. يعني كده خلاص اخر معادي يوم الخميس؟ ايوه فوزي، ده اتفاقي مع سعيد. والله سعيد دعو نشن على ليله الخميس. ما تحترم نفسك يا فوزي وتنقي الفاظك شويه يا اخي. هو مش كاتب كتاب ودخله؟ ايوه يا سيدي دخله دخله، انا كان مالي ومال ده كله. بس مش انت اللي عايز ترجع الغندوره؟ اشرب بقى رجاله اخر زمن. كفايه بقى فوزي كفايه، اعمل حساب مشاعري يا اخي. مشاعرك؟ قولي هي الليلة هيعملوا فرح يعني كبير ولا هيقضوها سكتي؟ هما مين دول؟ مراتك وعريسها. مراتي وعريسها؟ انت يظهر مخك ضرب خلاص بالهباب اللي بتشربه ده. ده انت اللي مخك سوس خلاص وبتحفر لنفسك خندق كبير قوي. خندق؟ خندق ايه؟ هو سعيد دلوقتي لما يتجوز مراتك وبعدين يطلقها مش هترجعها؟ وهو ده المطلوب، وهو ده الخندق الكبير اللي انت هتقع فيه. يا راجل حد يعمل كده؟ حد يطلق مراته ثلاث مرات وبعد كده يرجعها ويطلقها ثلاث مرات تاني؟ انا ما شفتش كده في حياتي. ايه اللي موقفكوا كده؟ ما رحتوش المحل ليه؟ ما احنا رايحين اهو. ايه اللي جابك بدري كده؟ لا انا فضيت لكم بقى النهارده، وديت مراتي عند الخياطه وبعد كده هتروح الكوافير وتعدي على واحده صاحبتها. صح، مين اللي قالك؟ عارفه يا سميره، انا مش ندمان ولا متضايق من اللي حصل النهارده. ازاي بس يا سعيد؟ ده شاهين كان في منتهى الوقاحه وقله الادب. كل ده يهون قصاد قعدتنا الحلوه دي في المكان الجميل ده. خرب عقلك يا سعيد، ده انت رايق قوي. وانت متضايقه ليه؟ وحياتك اللي هعلمه الادب وارميه السجن كمان. ازاي بقى؟ اول ما ننزل مصر هنمر على محامي صاحبي هيجيب لك حق التلات عندي. انا مش عايزه اذيه ولا حاجه، انا اهم حاجه عندي اعرف راسي من رجليا في موضوع التركه ده. هيجيب لك حقك على داير مليم. رؤوف ده اللي هو المحامي اللي قلت لك عليه، محامي عقر، سبق طلعني من قضية مهمة زي الشعرة من العجينة. دي كانت قضية ايه بقى؟ كانت قضية سب وقذف لمديري في الشغل. ما تشغليش بالي، انا هخلي رؤوف يبهدلك الواد الحرامي ده. انا عمري ما شفت حرامي قليل الادب زيه. وقال ايه؟ مش عايز يسيب يقط القميص. بس دول باين عليهم مش هيسكتوا يا شاهين. الجدع اللي مع مرات اخوك ده شكله لعبان، ولعبان كبير كمان يا شاهين. طب ايه رايك بقى رسميا ان احنا هنلعبوه على الشناكل؟ هيعمل ايه يعني يا بنت؟ هيرفع قضيه؟ يرفع ونشوفه مين اللي هيكسبها. بس شكلهم بيقولوا ان هم رسمين على جواز. وعرفت منين؟ عرفت منين؟ شكلهم كان باين زي الشمس، دي عينيها ما نزلتش من عليه، وما شفتش كانت قاعده خايفه عليه ازاي يا شاهين؟ ما بلاش لسعه مخ خمار، ده نجوم السما قرب لهم. طب هتعمل ايه؟ هنعمله ايه؟ هنطربوا الدنيا فوق دماغها ودماغه، وهنهيجوا البنات عليها وعليه. معقوله؟ معقوله يا رسميه؟ يدخل راجل غريب على البنات غير ابوهم؟ ايه الكلام الخايب اللي انت بتقوله ده يا شاهين؟ بنات ايه اللي انت خايف عليهم؟ اذا كان على البنت الكبيره يا حبيبي هي قاعده متجوزه بره ومش فارقه معاها، والبنت الصغيره في الجامعه والله اعلم بتعمل ايه، هتلاقيها زي امها على حل شعرها، ومش هتفرق معاها اذا كانت امها تتجوز ولا ما تتجوزش. هاتي من الاخر يا رسمي، يعني عايزانا نعمله ايه؟ تعمل ايه؟ امال ازاي اعمل لي انك فالح ومأكلهم الاوانطه؟ اسمع، انا عايزاك تجيب حته محاسب ما يكونش عنده اي ذمه، ومحامي ما عندوش ضمير، يخلي الابيض اسود والاسود ابيض، وبعدين بقى هات من الاخر وسلم لي على المالح. احنا عاملين معاد على الطريق. هو الحقيقة ده لي خبر وأول ما يخرجوا نسمعه. شكرا. تفضل. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. ازيك يا متر؟ مدام سميرة؟ رؤوف بيه شاكر المحامي الكبير. تشرفنا يا فندم. اهلا بيك. اتفضلوا اتفضلوا. اتفضل. يا اهلا وسهلا. شوف يا رؤوف، احنا النهارده كنا في معركة، يا ريتك كنت معانا، كنا لك من الحب جانب. ايه اتخانقتوا ولا ايه؟ اتخانقنا؟ الراجل ومراته كانوا هيفترسونا.
اسف يا سميره. لا خد راحتك، المرحوم كان كل مره ينزل فيها اجازه يدبوا خناقه مع بعض. طب ايه اللي خلاه يسيب املاكه لاخوه عشان يدير؟ كل مره كانوا يتخانقوا فيها مع بعض يجي شاهين يعتذر له ويبوس على راسه ويدمع له دمعتين ويحلف له 100 يمين انه بيعمل لمصلحته، يقوم المرحوم راجع في كلامه تاني ويسيب له كل املاكه ويديرها. البركه بقى في حضرتك ان شاء الله تخلصنا من شاهين ده. ايوه يا حبيبتي. ايوه انا مصعب، امال مين يعني؟ ايوه ما انا غيرت النمره، جبت خط بريمو جديد. ايوه عشان اعرف اكلمك براحتي بقى طول السنه. ايوه هي النمره اللي عندك 012-301-46. اوعى تغير يا حبيبتي من 46. ها ايه رايك في رؤوف؟ باين عليه محامي شاطر قوي، ان شاء الله هترتاحي معاه. انا تعبتك معايا قوي النهارده يا سعيد. عيب تقولي كده، يا ريت تعب من ده كل يوم بس يجي بنتيجه ان شاء الله. برضه مش راضيه ترد عليك، بتفتح عليا وبعدين تقفل في وشي. انا غرمان لغايه دلوقتي 4 مكالمات ب 282 قرش وكله من غير فايده. هو ده بس اللي انت شايل همه؟ غرمان 4 مكالمات؟ تمام، طالع زي ابوك كان اما يطلبني واطول معاه في الكلام شويه يقول لي كفايه لحد كده يا نازله، احنا متكلمين لحد دلوقتي ب 175 قرش. الله يرحمك يا بابا، بس اعمل انا ايه دلوقتي بقى يا ماما؟ مفيش حاجه اسمها تعمل ايه، تفضل تطلبها كده لحد ما ترد عليك. الله، يا بنتي حرام عليك اللي بتعمليه فيه ده، ردي عليه كده حرام. أرجوك يا ماما. طب عشان خاطري أنا، عشان خاطري، ولو عمل حاجة تاني أنا مش هتدخل خالص. عشان خاطري بقى قلتي إيه؟ يا ماما مش كده بقى، أرجوك كفاية. منك لله يا سمير، دخلت علينا العمارة داخلة. يا رب استر يا رب. الله، في ايه انس؟ مالك بتعيط ليه؟ كله الساعة 7 الصبح، أنت عندك الطلبة بتوع المدارس والطلبة بتوع الجامعات وهم نازلين الصبح عايزين بسكويت شوكولاتة كراميلا. سمعت يا محسن؟ أنا بقول لك الولد ده دماغه حلوة أوي. فعلاً عنده عقلية تجارية كويسة أوي. يا أبويا ده أنا لو عندي رسمال ده أنا كنت لعبت في التجارة دي لعب. العب يا سمك. خلاص يا بوري، اعتبر المحل ده بتاعك والعب زي ما أنت عايز. أيوه بس تخليك عاقل يا بوري، ما تتهورش. احنا بس صدقنا ان احنا مكان نقعد فيه. مساء الخير جميعا. اهلا اهلا يا عبد الله. السلام عليكم. ايه يا عم محسن، بقالي كام يوم ما شفتكش. طبعا يا سيدي، راجع منور وكلك نشاط. اللي يشوفك ما اقولش كان في اسكندريه واخد السكايه رايح جاي. ايه كان معاه جو؟ مين مين؟ يا سلام على الستات دي، نعمه نعمه واللي يكرهها يعمه. وانت معاهم لا تحس لا بوقت ولا تحس لا بتعب، لو لفيت حتى معاهم العالم كله. قولي خف شوية، مش كل كلام تحشر نفسك فيه. دي معلومة يعني، حقكم عليا. طب ايه رأيكم بقى ان البوري بيتكلم صح؟ ربنا يكبر بخاطرك يا سعيد، بيتملي تكبر بخاطري. أمال فين منير؟ سبحان الله، بتجيب في سيرة القط جاي نط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خلاص يا سيدي، خلصت مشوارك؟ أنا خلصت، يا ريت بقى نخلص من الموضوع بتاعك، أنا مش فاضي يعني. يا سلام، عز الطلب. تحب الليلة؟ إيه؟ بالراحة على الراجل شوية، ده لسه راجع من اسكندرية مهدود حيل. خلاص يا سيدي، بكرة الصبح أول ما تصحى كلمني، هفوت عليك أخدك بإيديا دول أوديك للمدام. يا سلام ليه، وأنا صايع؟ جري يا ابني،
انا راجل محترم عندي شغل ومسؤوليات. خلاص يا سيدي اختك بعد الشغل. احنا برضه هنروح عندهم. بصراحه انا ما بحبش عمتها دي. طب ايه رايك بقى ان عمتها هي كمان مش عايزاك عندهم؟ امال يعني هروح فين؟ عندي شقتي. صباح الخير. اهلا. صباح الخير يا عمي. ازيك يا سعيد؟ ازيك انت يا عم؟ انا زعلان منك. ليه بس يا عم؟ مش عرفنا الاول المدام. مدام عبلة يا زميلي. اهلا وسهلا. حصل لنا عظيم الشرف يا فندم. عبد العظيم بيه حماية. تشرفنا. مش تكمل يا اخي؟ وكيل وزارة سابق وارمل ويقدس الحياة الزوجية. زعلان مني ليه بقى؟ لا يا سعيد انا زعلان فعلا. انا مش جوزتك بنتي عشان تسيبني لايس كده. انا مش دفعت معاك تشوف لي عروسه يا عمي. بس الموضوع ده يعني بياخد وقت عشان اشوف لك عروسه مناسبه. قول لها يا سعيد، هي المدام اللي كانت قاعده هنا دي احوالها ايه؟ من ناحيه ايه؟ ركز معايا يا سعيد. احوالها الاجتماعيه. مطلق. الله الله. قولها تاني. مطلقة. يا سلام. نغم نغم حلو جميل، مزيكا بترن في وداني زي ما أمري كبير. قول قول يا سعيد كل حاجة تعرف عنها. يعني عمرها 45 سنة ويمكن أقل. الله الله. اطربني اطربني يا سيدي اطربني. وكمان درجة تانية. عادة ولا تكييف يا عمي؟ انت هتركب قطر. لا اصل في موظفين اول ما يترقوا الدرجة التانية بيقعدون في مكاتب فيها تكييف، وفي ناس بيقعدون في مكاتب فيها مراوح. اي كلام. لا زي ما انت شايف يعني الشركة بتاعتنا تكييف مركزي. لا ده كده جميل قوي، شيء عظيم خالص. ليه يا عمي؟ انت ناوي تسكن عندنا ولا ايه؟ سعيد ايه رأيك؟ يعني انا طالب منك تمشي لي في الموضوع ده. موضوع ايه؟ موضوع الست عبلة دي. هي دي العروسة اللي كنت بدور عليها من زمان، وبكده يا سعيد تبقى خدمتني خدمة العمر. معلش يا عمي انا عندي مشوار مهم جدا ولازم انزل دلوقتي حالا. ماله انزل معاك ونكمل كلامنا في السكة. ما ينفعش يا عمي، المشوار ده ما يستحملش غير واحد. ازاي يعني؟ يعني واحد صاحبي عنده مشكلة كبيرة ومش عايز حد يعرف. صاحبك يا خلبوس؟ انا نادي التالت تشتكي منك. تشتكي مني؟ ما انت عارف اخلاقي يا عمي. وانا ما بيخوفنيش الا اللي زيك اللي عندهم اخلاق، يبقوا عاملين زي الفرس اللي مشدود لجامها، اول ما يسيب اللجام يبرطعوا. معلش يا عمي انا مضطر امشي حالا. طب انا انزل معاك يا ابني. استحمل الله. ايه ده؟ ده سيبني لوحدي وماشي؟ لا ده مش طبيعي، لازم في حاجه، لازم في حاجه. ليه مات؟ يلا مكسوف. امال انا اعمل ايه؟ سعيد ازيك يا نعمة؟ ازيك يا سعيد بيه؟ ازيك؟ الحمد لله. المدام ان شاء الله. اهلا وسهلا. طمنيني اخبارك ايه؟ الحمد لله كويسه. لقيت شغل؟ فين؟ في شركه كويسه. مبسوطه هناك؟ الحمد لله تمام. طب عادي. يلا بقى يا سعيد هنفضل واقفين كده في الشارع. طب اوكي عن اذنك. انا اسف. فرصه سعيده. لا اكلمك. اوكي باي باي. ايه اللي عملتيه ده؟ تسوق الست كده؟ اعمل ايه يعني؟ ما انت سايبني واقفه مقطوعه في الشارع. يا سلام. وبعدين يعني مين دي؟ وانت مالك؟ انا مالي ازاي؟ مش انا مراتك؟ الله يخرب بيتك يا منير. يا مرحب يا مرحب بنت هاني. اديني العماره نورت. ازيك يا عتريس؟
تذكره استقاله. امال منير جه فين؟ منير جاي. طب في شنط ولا حاجه تطلعها؟ لا الشنط هتيجي مع منير بيها. استنى ادخل هنا الطريق فين؟ عايز تطلع السلم وتهدي حيلك؟ الاسانسير هناك الناحيه الثانيه. تعالى ورايا. هي دي الشقة اللي كنت عايشة فيها مع منير؟ أيوه، بس أنا حاسة إني بدخلها لأول مرة وأنا معاك. هو الحمام منين؟ خلاص يا راهب، باركيلي، هنيني. خير يا بابا؟ سعيد لقال العروسه اللي كنت بحلم بيها. وهي ماما الله يرحمها ما كنتش بتحلم بيها؟ ماما كانت واقع مش حلم. وازاي سعيد يعمل عامله زي دي؟ يا سلام، وفيها ايه؟ حب يسعد حماه. وانت عارفه انا طول عمري بحب سعيد جوزك قد ايه؟ اوعى تزعليه يا ناهد. لا مش هزعله. ومين سعيد الحظ بقى؟ زميلته اللي قاعده معاه في المكتب. عامله؟ ايوه عبلة. أيوة، أنا بفكر بكرة أروح أغير اسمي وأخليه عنطر عشان أبقى عنطر وعبلة. إيه رأيك؟ والله طب ما تدهن وشك أسود بالمرة. وافقت بقى إن شاء الله؟ ضروري هتوافق، طول ما أنا قاعد قدامها ما نزلتش عينها من عليا. منك لله يا سعيد. Thank you.
تخونوه وعمره ما خانكم ولا اشتكى منكم، تبيعوه وعمره ما باعكم ولا انشغل عنكم. قلبي كنت اسف قوي اتاخرت عليكي. ايه كنت فين؟ كان في موضوع كده لازم اخلصه وبعدين جيت على طول. شربتي حاجه؟ لا انا قلت لما تيجي. انا في الحقيقه كنت خايف اجي ما الاقيكيش. معقول؟ انا ما دام وعد يبقى لازم اوفي بوعدي. يا سلام يا سلام، هو ده النوع اللي بحبه، الست لما تدي كلمه لازم تبقى قدها. قد ايه كنت محتاجه واحده زيك في حياتي للدرجه دي؟ ده انت لسه ما تعرفنيش كويس. لا، اهم حاجه اول انطباع. انا اول ما شفتك في المكتب حسيت اني مشدود لعالم تاني، عالم مش هحس فيه بالوحده والعذاب والالم. اول ايديا ما جت في ايديكي عرفت طعم الشوق بينا، اول عينيا ما جت في عينيكي قلبي قال لي دي نار حب الجنه. انت ايه، هتغني له ام كلثوم؟ لا لا، دي مجرد طوارد خواطر او بمعنى اصح اللحظه اللي انا عايشها هي اللي صحت المعنى ده جوايا. طب قول لي ايه اخبار جوز مراتك؟ نعم، قصدي يعني سعيد ومراتك. هشوفك تاني امتى؟ زمان منير مستنيني يعني عشان يكمل الاجراءات. منير ده راجل ملوش امان، كل شويه يرمي عليا يمين الطلاق. اللي حصل ده مش هيخليه يطلقك تاني، ده اكبر درس ليه. حضر لك نومة كلها؟ يعني ما فيش داعي تتعبي نفسك. انت ناسي ان انا مراتك؟ مش نقوم بقى. هشوفك بالليل. ما انت شفتني بالنهار. نتعشى سوا. مش اما تطمن الاول على صاحبك ومراتك؟ لا لا لا، الموضوع ده خلاص ما بقاش يهمني. ازاي؟ ده انت كنت بتطرده حتى في الشغل. كل ده اتغير بعد ما شفتك. بالسرعه دي؟ طبعا، في ستات من نظره واحده بس تحس بيهم، وفي ستات عايزين وقت طويل قوي عشان تحس بيهم. منير اوعى تكون بتلعب بيا. انا اوعي تقول الكلمه دي تاني، ده انا عايش على الامل ده بس خليك انت معايا. ده انا نسيت نفسي ونسيت الدنيا لما شفتك. ومراتك هي هتاخد نصيبها من الدنيا بقى. وسعيد؟ سعيد ما حدش ضربه على ايده. يا منير ده انت حفيت وراه. لو حد قال لك ارمي نفسك في البحر هترمي نفسك؟ اهو سعيد عمل كده، مالي انا بقى؟ شوف يا عبله، الانسان بيلاقي نفسه مره واحده بس في العمر، وانا لقيت نفسي لما لقيتك. اهم حاجه عندي دلوقتي اني اقصر المسافات اللي بينا. فوتنا راحت ولا جت اهي موجوده، قصدي يعني ده نصيب زي ما قلت لك. وانا طبعا ما حدش هيغلطني لما ادور واشوف سعادتي فين. ولقيتها؟ هي مين؟ سعادتك اللي بتدور عليها. الا لقيتها، ده انا لقيتها وقاعد معاها وايدها في ايدي كمان. قلبي خبي. منير انت عاطفي قوي وده شيء يخوف. يخوف في ايه بس؟ وانت شفتي حاجه؟ دي عينه بس. التقيل جاي. انيسه انيسه، مش ده فاطمه خطيبك؟ محدش فيكم يبص له، انتوا زعلانين من بعض. بلاش كلام دلوقتي لانكم مش شايفين ولا سامعين حد. تعال تعال. اني انيسه
كده يا نيسة ما كانش العشاء. بقولك ايه، استنيني هنا ثانية واحدة. هما الضابط فين؟ راحت المحامي توديله أوراق. بقولك ايه، ما تيجي نخرج تاني. نخرج؟ نروح فين؟ يعني نخرج نروح أي حتة تتمشى؟ عشان حد يشوفنا يقول علينا مجانين. لو المجانين هيبقوا صعدة زي كده يا ريتني كنت أكبر مجنون في الدنيا. طبعا طبعا المجانين صعدة، هما مش بيقولوا إن المجانين في نعيم؟ ها إيه رأيك؟ في إيه؟ نخرج وندخل تاني؟ لا أنت بجد بجد رسمي. طب ممكن أكلمك بالليل؟ طبعا. هي دي عايزة سؤال؟ هتخلصي مذاكرة إمتى؟ أنت هتخلص إمتى؟ على 11 كده. 11 اوكي كلمني 11. لو اتاخرت اعرفي ان ماما عندي في الاوضه، يعني نص ساعه كده بالكتير وهتخرج من عندي عشان تنام. هبقى اكلمك بعد ما تخرج على طول. لو قلت لي استنيني العمر كله هستناك. احبك. من امتى؟ من اول مره شفتك فيها. وانا كمان بحبك. من امتى؟ من اول مره شفتك فيها. هتكلمني بالليل؟ استني ما تمشيش، عايز اخر حاجه اكون شفتها قبل ما اغمض عليا انت. يا ساتر يا رب. ايه في ايه؟ واقف كده ليه ومغمض عينيك؟ انت عيان ولا فيك حاجه؟ لا انا كويس. عندنا ضيوف انت بتحبهم. مين يا مؤوئ؟ وكتبوا الكتاب ووزعوا الشربات ووزعوا الشوكولاته وكل الناس قاعده مبسوطه. قامت العروسه قالت ايه؟ بابي قال لنا لازم نقضي شهر العسل في فرنسا. لمحت كده العريس شكله اتغير، لقيته مش مبسوط. رحت لغايه عنده قلت له بقول لك ايه، شكلك مش موافق، هما من اول يوم كده هيشتروا ويبيعوا فيك، اذبح لها القطه من اول يوم. انا قلت الكلمه دي ولا تقدمت ولا اتاخرت. قامت خناقه الرب السما يا حبيبتي، مسكوا في شواشي بعض وراح مطلقها قدامنا كلنا. وجاتك ايه تفيد كل ده حلو؟ ده انت طلقتي ناس وجوزتي ناس. مش كنتي نايمه من كام لكام؟ ده حلم ده ولا فين؟ لا يا طن، اصلها دخلت حفلتين من 6 ل 9 ومن 9 ل 12. شوف البنت بتتريق عليا، عليكي خف الدم ما حصلتش يا ألفت. تعمين بنتك تعمين تعمين يا تفيدة والله. ايه مصعد تعالى يا حبيبي، انت داخل بتسترسب كده ليه؟ مفيش حد غريب، دي طنطك تفيدة وبنات. اهلا اهلا، ازي حضرتك يا طن؟ الحمد لله يا حبيبي، سألت عليك العافية. اهلا، ازيك يا كاميلي؟ ازيك يا مسعد؟ ازيك يا ألفت؟ اهلا يا مسعد. ازيك يا شوقيه؟ هو يا مسعد، مش عايز اقول لكم ان انا كنت حاسس انكم موجودين. يا حبيبي القلوب عند بعضها. تعالى حبيبي اقعد تعال. اهلا وسهلا يا جماعه، انتوا مش باينين ليه؟ ايه يا ألفت، انت لسه ما بتتكلميش برضو؟ لا انا بتكلم، بس شوقيه هي اللي على طول ساكته. قال يا ماما. لا يا حبيبتي انت بتتكلمي زي البرابند، يا ريتك قدمت شويه، كنت سمعت كام نكته من كاميليا يموتوا من الضحك. معقوله؟ لا دي موتتنا من الضحك. اقول لك واحده يا مسعد. يا ريت. مره تلميذ في الثانويه العامه بابا بيقول له ايه، انت كل سنه تسقط كل سنه تسقط، قال له بابا ما هم اللي كل سنه بيجيبوا نفس الامتحان. اقول لك واحده ثانيه يا مسعد. لا دي بقى خليها بعد الغدا عشان نبقى نهضم بيها. عندك حق. طب عن اذنكم بقى عشان عايز اخش اغسل وشي. براحتك يا حبيبي اتفضل. بعد اذنك يا طنط، عايزه حاجه يا ماما؟ لا سلامتك يا حبيبي. شفتي الولد عادي ازاي؟ ده ما كانش طبيعي اصلا. عشان تصدقيني لما نازله بقى قالت لي ان جارتك دي عينيها مدوره وصفرة وحسوده، انا رحت من نفسي على واحده بتشوف الطالع وقلت لها تكشف على الطالع بتاعه. قالت لي معمول له عمل من واحده ست عايزه اتجوزه بنتها. يا اختي يا تفيده، اعمل انت بتصدقي الكلام ده؟
دي حاجات متجربه ومعمول بيها، واديك شايفه بنفسك. شفت ابنك بقى متغير ازاي؟ تعالي تعالي يا حبيبتي، ما تتمشيش، تعالي. شكرا، اتكلي على الله. ايه ده؟ دي بجامه سعيد، وده قميص مسعد، ودي بلوزه فاطمه، ودي بجامه انسه. انا بقى عايزاكي تجوزي لي انسه وتنجحي لي فاطمه وتخلي ابني يتجوز بنتك وسعيد يبوس التراب اللي انا بمشي عليه، ودي قطرتها. ده انت بتهزري بقى. اعمل لك ايه بس؟ ده ما كانش حد غلب يا تفيده لو الحكايه ماشيه كده. خلاص خلاص، خليكي نايمه بقى في العسل نوم لحد الفاس ما تيجي في الراس، وساعتها بقى تقولي ان الله حق. ما هو انا بقول كده عشان عارفه ان الله حق.